بمناسبه الذكرى 15 لتاسيس المندوبيه العامه لاداره السجون وقاعده الادماج التي تصادف 29 ابريل من كل سنه، وهو احتفال للتعريف بالمجهودات التي يقدم لها موظفي القطاع داخل الوسط السجني اللي كيعرف هو وسط اصبح مفتوح مع ربط العلاقات مع القطاعات الشركه والغير الشركه ومع جمعيات المجتمع المدني. كما اجدد تحياتي والاخلاص للموظفين الذين يقومون بواحد العمل جبار داخل الوسط السجني. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيد المندوب العام الذي أعطى الهيبة لهذا القطاع السجني الذي كان مهضوم الحقوق سابقا، واليوم نجدد الولاء ديالنا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الراعي للوحدة الوطنية والاستقرار والطمأنينة لهذا الشعب، كما نجدد الإخلاص ديالنا للعمل الجبار من أجل تحسين الوضعية السجنية في جامع الوزراء وكذلك تحسين الوضعية الإدارية والمالية لجامع الموظفين. Thank you.